صباح النور لكل أعزائنا المشاهدين عبر مريم تي في ولكل اللي انضموا لنا بهالوقت. صباح الثالث من آب، اليوم الذي سبق الانفجار الكبير في الرابع من آب. صباح هذه الحكاية التي لم تحكى والحكاية التي ستحكى. 200 ضحية و200 حكاية تدمي القلوب في الطريقة التي تحول فيها هؤلاء إلى جثث وأشلاء خلال لحظات الجحيم التي اكتسحت سماء بيروت وشوارعها، وحكاية أخرى مخبأة تحت الركام أو في عمق أعماق البحر بعد أن قذف عصف الانفجار أصحابها إلى لجة النسيان. حكاية لو تسنى لأصحابها سردها لملأت عشرات المجلدات وأغنت المكتبات الأدبية في بلدنا. فمن سيروي ما تبقى من تلك الحكاية بلسان الضحايا لأمهاتهم وأطفالهم وأحفادهم؟ ماذا ستقول أم لابنها عندما يسألها أين بابا؟ وماذا ستخبر جدة حفيدتها عن تمزق جسد والدتها وهي تحضر العشاء للعائلة؟ ومن سيكتب يوما أن قتلت هؤلاء الضحايا قد لاقوا جزاءهم الذي لن يعوض الأرامل والثكالى والأيتام فقدان أحبائهم؟ أما الحكاية التي ستحكى حول المسؤولين عن الانفجار والذين نعرفهم، لن يرحمكم التاريخ حتى ولو خرجتم من هذه المأساة مبرئين بواسطة أعضاء من الطبقة الحاكمة. صباح النور تمارا، صباح الخير بهاليوم اللي يمكن بهيك بهالحلقات وهالفقرات اللي رح تكون عم ترجع تذكرنا بأربعة آب، تذكرنا بهالحادث المأساوي، هالحادث اللي هز العالم بهالمشاهد بهالصور واللي رح نشوف يمكن جزء كبير منه اليوم. نرجع نستعيد بعض الذكريات، بعض خبرات اللي عاشوا، كيف عم نحول كمان هالمأساة لرجاء، كيف عم نحول هالذكرى لفعلا نستذكر سوا أربعة آب ونكون عم نصرخ للعدالة لضحايا أربعة آب. صحيح رأي. أنا بدي أقول صباح الخير لك وصباح الخير لكل المشاهدين بذكرى عشية ذكرى أربعة آب، انفجار مرفق بيروت المشؤوم. يعني رأي ما فينا غير نقول نحن نتمنى السلام لكل الأرواح ضحايا انفجار أربعة آب اللي تخطى عددهم 200، وكمان بدنا نتمنى السلام للضحايا اللي بعدهم على قيد الحياة اللي هن لبنانية وأهالي ضحايا انفجار بيروت اللي أكيد عم بيموتوا كل يوم واللي أكيد رح يكونوا عم يتعذبوا ويعانوا بذكرى أربعة آب، ذكرى مرور سنة خاصة روي مع عدم تحقيق العدالة. نحن بعدنا بمسار طويل وبعدنا كتير بعاد عن العدالة، على الرغم من أنه وعدوا بالتحقيق أنه 5 أيام وبيكون عرفنا القتلة أو المجرمين اللي سببوا بهذه الجريمة الوطنية الكبيرة. وهذا الموضوع رح يكون أيضا مسار لإحدى فقراتنا اليوم لنشوف وين التأخير بمسار هالعدالة. فاليوم بهالوقفة، بوقفة أربعة آب، هي هالوقفة الوطنية، وقفة عبر كمان شاشتنا مريم تي في، هي وقفة إيمان، وقفة رجاء، ووقفة محبة لهالوطن. هي وقفة لإنسانيتنا قدام ثقافة الموت، لأنها بترفض هالثقافة وبتنادي بثقافة الحياة، ولأنه الكلمة الأخيرة لسيد الحياة ولسيد هذا التاريخ. بيروت يا بيروت، بيروت موجوعة
صرختها مسموعة موجوعة دمعة دم غصة بي بيبكي دم تعبان يا كلها الهم بدها تخفى وما توعى كل ما تتذكرها اليوم كل ما عم توعى تبكي بقلبها حسرة ولو تنزف دمعة من دموعها موجوعة بس صامدة. ونحن كشعب لبناني أنا بدي أستغل الفرصة لأشيد بجبروت وبصمود الشعب اللبناني روي، على الرغم من كل المآسي اللي كللها أكيد انفجار 4 آب، رغم كل المآسي اللي وضعتها بوجهنا السلطة السياسية بعدنا صامدين. إذا منرجع سنة لورا ونتذكر بهيدي السنة رغم انفجار 4 آب واللي عمل بالمدينة وبقلوبنا، قديش قدر اللبناني انه يوقف ومن قلب المحنة من قلب المصيبة قدر انه يطلع شيء حلو. قديش نحنا مبتكرين، قديش نحنا جبارين، وقديش نحنا لازم نفتخر انه نحنا شعب لبناني عنيد وجبار رغم كل المآسي ورغم كل المصائب. بتعرفي تمارا، يمكن هالثقافة اللي ثقافة الحياة وثقافة حب الحياة هي ثقافة بتجي هيدي بالجين تبعنا. نعم. لأنه هيدي الثقافة هي ثقافة وهي إذا بدك هيك هي أمسولة قدامنا طائر الفينيق. صحيح. هذا الطائر اللي من هالرماد بيرجع تينطلق بالحياة. بس بمحلات كتيرة رح قلك هي صاروا عم يهمونا ويعيشونا خليني أقول بهيك بهالتصور وهيك بأرجحية هالمشهد انه انتو قوية وانتو دايما صامدين تيكونوا عم بيستروا على امور تانية. اكيد هيدي الثقافة موجودة، هي ثقافة عزم، ثقافة وقوف ورجاء وامل، ولكن كمان ما بتمحي كل المطالب، ما بتمحي كل الصوات اللي انطلقت واللي بعدها عم تصرخ نحو العدالة. آه. للضحايا، لأنه حتى كتير من أهالي الضحايا رفضوا أنه أولادهم أو رجالهم أو نسائهم أو قريبينهم يسموا بشهداء. نعم. بل هم ضحايا لأنه هني ما كانوا بساحة حرب، بس لما الوطن كله بيتحول وهذا الخوف
أنه هالوطن يتحول لساحة حرب. أكيد نحن نؤمن، نحن أبناء الرجاء، وأكيد إيماننا بهالوطن ويمكن كل هالموروثات الثقافية وخليني أقول هالحضارية وكل اللي عم نعيشه بخلينا نتطلع بعيون الإيمان لغد أفضل، لبكرة أجمل من اليوم. هذا اللي بخلينا واقفين، بس ولكن مش على حساب إنسانيتنا المنتهكة بالصميم. أكيد روي، نحن بنتغنى بصمود الشعب اللبناني وقوته، بس أكيد منطالب عبر كل المنابر وكل ما صارت لنا الفرصة بالعدالة وبرفع الحصانات، وأنه يكون كل مجرم كان وراء هيدي الجريمة الكبيرة يكون عم يتحاسب وعم ينال عقابه. لأنه مثل ما قلت روي، هن مش شهداء، هن ما اختاروا أنه يموتوا بل أجبروا على الموت. يمكن هيك بهالمناسبة اللي حكيتي فيها وعن هالمحاكمة اللي رح تصير وهيك، رح أدعي المشاهدين يقروا كتاب رائع هيك بين إيدي عم بستلهم منه، العنبر رقم 12 بيروت شيما. هالكتاب اللي كان قلنا وقفة معه مع دكتور نمر فريحة بآخر فصل منه بيحكي عن هالمحكمة وعن هالحلم اللي حلمه، بس آخر شيء هالمحكمة برأت المجرمين على أمل أنه ما نوصل ويتحقق هالحلم. بس بعرف كمان في عندك أخبار. نعم. بإطار كمان يمكن ذكرى 4 آب. صحيح، أخبارنا اليوم روي من وحي الأجواء، من وحي هالذكرى الأليمة. نتوقف سوا مع هذه الأخبار بفقرة المتفرقات. روي، إيمانا من أهالي ضحايا انفجار 4 آب المشؤوم بأنه الانفجار هو جريمة وطنية، ورغبة منهم بأنه يشكل يوم 4 آب يوم جامع للتضامن والصلاة، دعا أهالي ضحايا انفجار مرفق بيروت كما المصابين والمنكوبين جميع اللبنانيين بلبنان والعالم للمشاركة بيوم المطالبة بالحقيقة والعدالة يوم غد الأربعاء الواقع ب 4 آب 2021. وبتنطلق مشاهدينا مسيرات الأهالي من المحطات التالية: مدخل شارع الجميزة جهة مطعم بول على الساعة 3:30، مركز فوج الإطفاء الساعة 4، الساعة 5:15 الوصول إلى مدخل المرفأ، الساعة 5:55 تلاوي من القرآن الكريم ودعاء، الساعة 6:07 تلاوي أسماء ضحايا انفجار 4 آب على وقع الأجراس والتكبير، والساعة 6:10 بيبدأ الاحتفال بالقداس الإلهي. وكمان مشاهدينا لفت الأهالي أنه المشاركة بالقداس من داخل المرفأ رح تقتصر فقط على أهالي الضحايا والجرحى والمنكوبين، وعلى الراغبين أنه اللي حابين يشاركوا بالقداس فيهم يتوجهوا للساحة المؤدية لبوابة المرفأ الشرقية شارع البرازيل منطقة المدور، فبحيث فيهم يكونوا عم يتابعوا القداس على شاشة كبيرة. نحن ندعي المشاهدين روي أن يكونوا كمان عم يشاركوا بيوم 4 آب، أقل أنه نكون عم ننزل وعم نشارك بالقداس وعم نكون عم نتضامن مع أهالي الضحايا وعم نطالب ونوصل صوتنا أنه نحن بدنا العدالة والحقيقة. تعرف يمكن هيك هالتحركين اللي عم بيكونوا، إن كان بالصلاة وإن كان بالحضور والمشاركة واليوم المطالبة بهالعدالة، هني خطين اليوم سوا بيمشوا. لأنه يمكن هيك اليوم الصلاة، لأنه كل واحد كان عنده حكاية، ولما تسمعي الأخبار بتشوفي أنه كل واحد صار معه معجزة أو عجيبة معينة. صح. أنقذته من 4 آب أنه يكون اليوم إحدى الضحايا، واليوم هو صلاة مع أهل الضحايا وللضحايا، لأنه كلنا ممكن كنا نكون من هالضحايا. فاليوم عم نستذكر هالضحايا، عم نستذكر 4 آب لنرجع نقول بوش كل اللي أرادوا سقفة الموت إنه اليوم عم بيجردونا يمكن من أسمن شيء بنملكه هو الحياة، ولكن ما رح يقدروا لأنه باقيين ومليانين رجاء. صحيح، احنا باقيين ومليانين حياة ومليانين رشا. مثل ما قلت لك اللبناني
شاطر بأنه يكون عم يطلع من المصيبة بطريقة إبداعية. ودشن يوم أمس الاثنين مشاهدينا المهندس المعماري والفنان اللبناني نديم كرم، مثل ما عم نشوف دشن مجسم بعنوان رماد، وهذا المجسم ارتفاعه 25 متر وبيوزن 30 طن. جمع هذا المجسم روي من قطع الحديد اللي كانت موجودة بالمرفأ مثل ما عم نشوف بالصور، وأراد يعني المهندس أنه يكون من خلال هذا المجسم عم يخلي انفجار مرفأ بيروت موجود بالذاكرة وحاضر، وكمان بنفس الوقت ليفرج أنه نحن فينا نكون عم نمضي قدما وعم نوقف على اجرينا. واكيد تمارا من من هالمقدمه ومن كل اللي عم نستذكره اليوم، ما فينا الا ما نكون كمان بوقفتنا هلا مع الكلمه لنرجع نتذكر يمكن قديش قدره هالكلمه ترجع تعطي دفع لحياتنا، ترجع تخلينا نقول نعم للحياه ونعم لهاللقاء اللي قادر يرجع يغير لنا حياتنا، وقادرين نرجع على ضوء هالكلمة نفهم كل معنى حياتنا وكل وجودنا اللي اليوم بكل هالأوضاع اللي عم نعيشها عم نرجع نتذكر ليش نحن موجودين وليش نحن ولدنا بهالوطن بهالمساحة وبهالزمن اللي ما بعرف قدي رح يمتد. خلينا نسمع سوا هالكلمة ونرجع سوا. دخل يسوع أريحة وصار يمرق فيها، وكان في رجال غني من كبار جبات الضرايب اسمه زكا، إجا ليشوف مين هو يسوع، ولكنه كان قصير وما قدر إنه يشوفه لكترة العجقة، فركض صوب جميزة وطلع عليه تيشوفه، وكان يسوع رح يمرق بهالطريق. ولما وصل يسوع لهونيك اطلع فيه وقال له: انزل على السريع يا زكا لأني رح أسكن اليوم ببيتك. نزل على السريع واستقبلوا بفرح، ولما شافوا الناس اللي صار قالوا كلهم متزمرين، دخل بيت رجال خاطي تيقعد عنده. وقف زكا وقال للرب يسوع: يا رب رح أعطي الفقراء نص أموالي، وإذا كنت ظلمت حدا بشي برد له إياه 4 أضعاف. قال له يسوع: اليوم حل الخلاص بهالبيت، لأنه هالرجال هو كمان من أبناء إبراهيم، فابن الإنسان إجا تيفتش عن الهالكين ويخلصهم. تعرفي على أمل أنه نسمع اليوم حل الخلاص على لبنان، الخلاص اللي يمكن ناطرينه نحن من برا وناطرينه من السياسات الدولية ومن من كل يمكن هيك ما يخاط وما يكتب وما يحلل في الكواليس أو عبر الشاشات لمنطقتنا لأن نحن جزء منها. اليوم صار الخلاص لهذا البيت يمكن بهالصوت وبهالصلاة اللي بدنا نطلبها، عن جد صار بدنا خلاص بهالوطن. وهيدا الخلاص اللي تم مع زكا، زكا بيشبه كل واحد فينا، زكا اللي سمع عن يسوع ولكن أخذ القرار أنه يعرف مين هو يسوع لأنه عرف أنه هو الخلاص. كرمال هيك اليوم مشاهدينا مع زكا رح نصرخ ورح نطلب هالخلاص، وين ما كنا وشو ما كان ديننا وشو ما كانت طائفتنا، اليوم بصوت واحد نريد الخلاص لهذا الوطن. ويمكن هيدي الصلاة هي صلاة قلب عميقة، هي صلاة ألم، هي صلاة وجع، هي صلاة مع كل أم ثكلة، مع كل أرملة، مع كل أم لضحايا 4 آب، ولكل ضحايا وشهداء هالوطن. نعم إننا نريد الخلاص لهذا الوطن. دم صوتي لصوتك روي. وبنهاية حلقتنا الحزين اليوم نحن ما نرجع نتمنى السلام لروح ضحايا انفجار 4 آب، وأكيد السلام للضحايا الأحياء اللي أنا بعتبرهم كل اللبنانية اللي عم بيعانوا وعم بيقضوا بدول هيدي الظروف. نحن لهون بنكون وصلنا لنهاية فقرتنا الصباحية روي، رح نتوقف مع نصيحة قديس ومن بعدها رح نكون عم نستقبل ضيوفنا، خليكن معنا. مرحبا،
كان داود بن يسى من سبط يهوذا من بيت لحم. ولما سخط الله على شاول الملك أوحى إلى صموئيل النبي أن يمسح داود بن يسى ملكا على بني إسرائيل. وقد بارز داود جولياط الجبار في حرب الفلسطينيين فقتله، وانتصر بنو إسرائيل على الفلسطينيين. وبعد أن قتل شاول في حرب الفلسطينيين في معركة جلبوع، ملك داود مكانه وأقام في حبرون 7 سنين، وبعدها جعل أورشليم عاصمة ملكه. وارتكب خطيئتي الزنا والقتل، ولما جاءه من قبل الله ناثان النبي يؤنبه ويوبخه، تواضع وتذلل أمام الرب وصرخ قائلا: خطئت إلى الرب. وعاش حياته بالتوبة، وكتب مزامير تدل على إيمانه بالله ورجائه به ومحبته له. أضجع داود مع أبائه ودفن في مدينة داود نحو سنة 1045 قبل المسيح. وداود كلمة عبرانية معناها الحبيب. نصيحة داود لإلك إنه تصرخ وتقول: ارحمني يا الله بحسب نعمتك وبحسب كثرة رحمتك، امحو معصية. والله معكم. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة.